أذن في تعز، حيث أكد محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود بأن تعز موعدها مع النصر في الأيام القادمة، منوها إلى أن تعز عانت الكثير ولكنها بأبنائها ستنتصر، لافتا إلى أن ما تتعرض له تعز من ظلم هو بسبب الحرب والحصار لميليشيات الحوثي الإيرانية. جاء ذلك خلال لقائه القيادات العسكرية ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الحزبية والسياسية والشبابية والنسائية بمقر المحافظة. إخواني، لأن يعني هذه الكوكبة الرائعة من أبناء تعز من مدنيين وعسكريين، تعز ستبقى هي الشعلة، هي القلم والرصاصة. تعز مدينتنا الجميلة، سنحافظ عليها، وإن شاء الله سيكون عمل جديد الآن ومنهج جديد في العمل، في عمل السلطة المحلية و تحرير المدينة إن شاء الله يكون في القريب العاجل، وبالتالي سنتمكن من انطلاق نحو آفاق جديدة في المستقبل القريب إن شاء الله لهذه المحافظة الرائعة التي عانت كثير والتي تستحق الآن منا كل الاهتمام والتقدير. شكرا لكم أخواني الإعلاميين هنا، شكرا للجميع، ونراكم. أنا عدت لبيتي ولأهلي ولأخوتي هنا، والظلم الذي تعرضت له تعز هو ظلم نتيجة للحصار الهامدي الغاشم، نتيجة لهذا العدوان، نتيجة للانقلاب على الدولة وعلى شرعية الدولة. تعز دفعت فاتورة كبيرة جدا، ولكن الآن إن شاء الله تعز تقف مرة أخرى بأبنائها، برجالها الأبطال، بنخبتها المثقفة الرائعة. إن شاء الله سيكون لتعز المستقبل دور كبير جدا في اليمن الاتحادي القادم. أمورنا في الجبهات ماشية إلى الأمام، وكل يوم تحقق قواتنا المسلحة، قوات محور تعز، المقاومة الشعبية والجيش الوطني يحقق انتصار كل يوم إلى الأمام.